حيث تولت القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية مسؤولية تنفيذ العديد من مشروعات الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية وفي مقدمتها محافظات صعيد مصر، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين من أبناء الجنوب وتيسيرا للحركة المرورية وخلق مناطق تنموية جديدة، ومنها ما نحن بصدد افتتاحه اليوم، محور شرق العوينات الدخلة الفرافلة. يهدف المحور إلى فتح آفاق جديدة لتنمية الزراعية والصناعية بصعيد مصر وتسهيلا لحركة النقل وللربط بين مدن محافظة الوادي الجديد، نظرا لما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية أعادت إليها الحياة. المحور يعد شريانا يربط بين شمال وجنوب الوادي. محور الدكتور هشام عرفات، يعتبر المحور شريانا رئيسيا يربط بين محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا لخدمة أبناء الوجه القبلي وتسهيل الحركة التجارية ونقل البضائع، وقد تم تطوير المحور بإضافة 2 حارة خرسانية كطريق خدمة ليتناسب مع الحمولات الكبيرة لعربيات النقل الثقيل، ولتقليل المسافات بين محاور النيل لتكون بحد أقصى 25 كيلومتر، وربط ضفتي النيل شرقا وغربا وتسهيل حركة البضائع والأفراد، تم تنفيذ 4 محاور أعلى نهر النيل بمحافظات الصعيد، تم خلالها تنفيذ فتحات ملاحية بعروض وارتفاعات تسمح بسهولة حركة الملاحة النيلية في الاتجاهين. محور اللواء أركان حرب سمير فرج، يربط المحور بين الطرق بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق أسوان الغربي، حيث يساهم في خدمة الحركة السياحية من مطار الأقصر الدولي شرق النيل إلى المناطق الأثرية بالبر الغربي. محور الدكتور محمد سيد طنطاوي، يربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ودعم المشروعات الاستثمارية وربط محافظتي قنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة. محور الدكتور جمال حمدان، يربط المحور بين طريقي أسوان الزراعي الغربي وأسوان الزراعي الشرقي، وقد تم تنفيذه لخدمة أهالي محافظة سوهاج. وأخيرا محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، المحور يربط طريق الصعيد الغربي الجديد بالشرق القديم لتسهيل حركة انتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة الذين كانوا وما زالوا نعم العون، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر واللا محدود خلال تنفيذ كافة المشروعات التي كلفت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأتوجه بالشكر للمكاتب الاستشارية والهندسية والشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ تلك المشروعات بمواصفات فنية وجودة عالية. وأنني إذا تقدم بالشكر والتقدير إلى زملائي وأبنائي من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة